تحدثون عن التوبة وما هي شروطها، وأيضا ما معنى التوبة النصوح؟ التوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وهي واجبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يجب على المسلم إذا أذنب ذنبا أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا من فضل الله عز وجل، أمر بالتوبة ووعد أنه يتوب على من تاب ويغفر له ذنبه. ولكن التوبة ليست باللسان فقط، التوبة لها شروط لا بد أن تتحقق، وهذه الشروط هي ترك الذنب والابتعاد عنه، فلا يقول أتوب إلى الله وهو لم يغادر الذنب ولم يتركه. الشرط الثاني أن يعزم ألا يعود إليه مرة ثانية، فإن كان يتوب إلى الله وفي نيته أن يعود إلى الذنب في وقت آخر فهذه توبة مؤقتة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث أن يندم على ما فات ويتصور هذا الذنب ويخاف منه، ولا يقول أنا تبت خلاص، بل يكون خائفا من هذا الذنب فيكون عنده ندم على ما حصل منه. هذه شروط التوبة، إذا توفرت تقبل الله توبة سبحانه وتعالى كما وعد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.